بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي أخذ عليهم العهد، أخذ عليهم العهد في أن يبلغوا كتاب الله سبحانه وتعالى وحججه وبيناته لخلقه، ولا يختزنونه في صدورهم، لأن هذا العلم للناس جميعا للهداية، وإنما يحمله الله بعض الناس لأجل أن يبلغه لغيره، فهو أمانة عنده. ولهذا ذم الله اليهود والنصارى في أنهم حملوا التوراة ولكنهم لم ينتفعوا بها ولم ينفعوا بها غيرهم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فليس الشأن في أن تكون عالما، وإنما الشأن أن تكون عالما عاملا نافعا للناس، هذا هو المقصود. لتبيننه للناس بالتعليم والتفسير والنشر، وأيضا بالحكم به بين الناس، وبالفتوى للناس في مشكلاتهم. فهذا هو الشأن في حمل كتاب الله عز وجل، أن ينتفع به الحامل وأن يبلغه للناس ويحكم به بينهم ويفتيهم به ويعلمهم إياه. ومن ذلك، بل أعظم ذلك، أن الله سبحانه وتعالى وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا إلى اتباعه، لأنهم يعلمون نبوته في كتابهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوا هذا الرسول الخاتم، وأن يأمر الناس باتباعه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان الواجب عليهم أن يكونوا أول متبع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولكنهم على العكس من ذلك، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته وكتموا ما عندهم من العلم به ومن نبوته، كتموه عن الناس وعن العوام، وجحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان فنتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا فيه نهي عن كتمان العلم، فمن آتاه الله علما فإنه لا يجوز له أن يكتمه. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوا كتاب الله التوراة وراء ظهورهم ولم يعملوا بها، وجحدوا ما فيها من بيان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وراء ظهورهم هذا تعبير أو عبارة عن استهانتهم به، وأنهم لا يلتفتون إليه بل أعرضوا عنه تمام الإعراض واستهانوا به تمام الاستهانة. نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا هو الذي حملهم على كتمان العلم، أنهم اشتروا بنشر العلم وبيان الحق، اشتروا به طمعا عاجلا، لأنهم لو بينوه لزالت رياستهم بزعمهم ولا زال عزهم. فهم يظنون أنهم إذا كتموه وأنكروه أنهم يبقون على مكانتهم في الناس وعلى مرتبتهم، لأنهم كانوا أهل كتاب والناس يقدرونهم، فظنوا أنهم لو اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ترخص سوقهم عند الناس كما زين لهم الشيطان. فاشتروا به ثمنا قليلا، يعني سمعة زائلة يظنون أنها ستبقى لهم. وكذلك اشتروا به ثمنا قليلا، وهذا أشد، أنهم يفتون بالباطل من أجل أن يعطوا المال. قال الله تعالى فبئس ما يشترون، بئس ما يشترون، هذا ذم لما حصلوا عليه، ذم لما حصلوا عليه من مقاصدهم الدنية وتركوا في مقابل ذلك، تركوا الحق الذي هو سعادتهم في الدنيا والآخرة لو تمسكوا به. فهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقوله قليلا، الدنيا كلها قليلة، كما قال سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا كلها قليلة من أولها إلى آخرها، لو أوتيها الإنسان فإنه لم يؤت شيئا، فكيف وما يؤتاه الفرد الواحد منهم، فهو أقل القليل. وما عند الله خير وأبقى لو كانوا يعقلون أو يفكرون. فبئس ما يشترون. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.